يعني بصراحة أنا مخجلاني كتير كتير خجلاني إنه أنا بهالعمر هيدا وبهالوقت اللي نحنا فيه، إني أنا أطل على محبيني وعلى الناس اللي بتهتم بشيء اسمه مي حريري، إنه إنه أنا والله بحاجة ل15,000 باوند لدافع عن نفسي بمحكمة بلندن. وأنا هيدي يعني أعتبري يعني مستحية، وبنفس الوقت إنه مضطرة شو بدي أعمل. بس العالم هلأ مانا أنا فهمانة قلت شو المشكلة اللي صايرة معك بالضبط ومع مين؟ ما أنا بصراحة ما بقدر أحكي، لأنه أصلاً بلبنان هلأ بعد المشكلة هون إذا بتخلص ب25 ما بعرف شو حيطلع لي بعد، بأي بلد لأنه موجودة؟ أنا بحق أنا عم بمشي على طريق مزروعة قنابل انفجارات. ليه؟ لأنه فلتين الدنيا، لأنه هيدا الشخص مصيبة عنده، عرفتي كيف؟ وشخص هويته انه يعذب الصديق، عرفتي كيف؟ انه يعني بدل ما يقول لي شكرا على الشيء انا عم ساويه، عرفتي كيف؟ اجاني هاي المصيبه من ورا بس هذا الشخص هيدا الزلمه بيقربك، يعمل هذا هالشغله. الشخص كنتي متزوجتيه، هذا لا الشخص ما مين؟ بيقربني، لا لا ما بيقربني، لا 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 صديق؟ ما فيني احكي بيه، لا صديق؟ ما بيقربني ولا شيء. بس هيدا الشخص بلبنان، على خليني اوصل فكرتي، بس حتى بلبنان قاضي امور مستعجله عريضه عطوه اوردر انه هو بيقدر انه يسكتني اني ما احكي، لانه كمان نحن بشر، الفنان بشر. بيقولوا لي انه مي شو عملت، جرست حالها. لا لا، ما انا بعاني مثلنا مثلكم، لو معي ملايين ولو عندي ملايين، اوكي بس انا العالم بعاني بدها تفهم بتمرق انه ايام اليوم في واحد ما شخص، عنده. اليوم في شخص مهدد مي حريري، ليه مهددة؟ هيدا منه تهديد، منه مهددني، رافع علي دعوة وأنا إن شاء الله بريئة من هاي الدعوة، ليه يعني مية رافع عليك بالمية دعوة؟ لأنه هي أصلا ما بتنرفع هاي الدعوة، رفعها بلندن. ليه مرفوع عليك دعوة؟ ما بقدر أحكي، ما عم نخبرك، هو آخذ أمر على عريضة، ما بلغوني إياه إنه ممنوع أحكي بالقضية، لأنه مشان ما فرجي صورته السيئة اللي هو راسم صورة انه هو ملاك منزل قدام البشر هو وقدام الناس لبناني؟ هيدا ومعشره. الشخص لبناني؟ اكيد لبناني، اوكي بس هيدا الشخص شو بتربطك فيه؟ علاقة شو نفذها بالضبط؟ هون، علاقة عمل؟ بس هيدا الشخص شو بتربطك فيه؟ لحظة علاقة ونفذ عمل يعني؟ لحظة ونفذها هون. يا ريت يا ريت اعملي عمل، يا ريت يا ريت بقدر اعمل عمل، يا ريت اعملي عمل، يا ريت عندي شي خبرية، ويا ريت عندي قصص العالم اللي عندها اياها كلها اللي بتستحي فيها بعض الناس. يا ريت انا المرة بعدني عخامتي، بعدني بطيبتي وبأودمتي وبكل شيء حلو بالحياة الحمد لله رب العالمين. بس عن جد وصلت لمرحلة حسي ما بقى فيني، لازم احكي، لازم طلع، لازم شارك الناس، لازم شارك الصحافة، لازم شارك كل البشر باللي عم عانيه. انا عم عاني لي سنة وشوي عم عاني هوني. بس لهلا في شي منه مفهوم، هيدا الشخص صديق لإليك صار في اشكال انت وياه رفع عليك دعوة؟ لا لا لكن هيدا شو بتربطك علاقة شو فيه لهيدا الزلمة؟ ما بدنا نعرف اسمه. ما فيني أقول، يعني انت بس عم ما فيني تخبري أقول، العالم انه في شخص رافع عليك دعوة وانت بحاجة مصاري؟ أنا بقدر أدافع يعني صرت على الآخر. المحكمة استنزفوني كتير هون، استنزفت حياتي كلها، حياتي كلها، لأنه كتير الحياة غالية بلندن، لو معك مليون باوند خلص، عرفتي كيف؟ اوكي بس فأنا نحن اللي اضطريت بدنا إني أنا نوضحه أحكي. للعالم انه ماي عم تطلب من اشخاص من دون ما تشرح شو قضيتها انه في شخص رافع عليها دعوة وهي بحاجة لمبلغ من المصاري. 100% وقريبا جدا حأحكي كل شيء، قريبا ما جدا، بس فيكي تطلعي من لحتى لندن لأنه الا هي اذا الحياة دفعتي هالمبلغ. لا استأنف، ما فيني أطلع من لندن أتحرك. أنا ما رحت ولا على حفلة من حفلاتي، كان عندي المكسيك وعندي نزلة دعايات ل بنما، ما يعني رحت من عملك لدبي، منع سفر كمان. شغل بدبي اجاني ما رحت، اجاني بتركيا ما رحت، ما رحت، ما عم بقدر اعمل لا انترفيو. انا تعطلت حياتي سنه وشوي من وراه، باسبوري عنده اخذوا لي باسبوري، حجزوا لي ليه. هل قد هذا الشخص عنده نفوذ؟ مش نفوذ، عملها بطريقه ما بطريقه يعني افترى
تبلي وبيقدر يعملها، عملها قبل معي بلبنان وارجع اعملها هون، اوكي، عرفتي كيف؟ والقضية هيدي المرفوعة قضية شو بالضبط؟ ما فيني احكي، ما كمان شفتي اذا انا حكي. ما فيني احكي، بطلب من العالم انها تصلي لي وتدعي لي، لانه انا كل انسان عنده ضمير حيفهم بعدين القضية شو هي، حيحترمني ويقدرني، حيشوف انه انا حياتي وين عم ضيعها وشو اللي عم بعمله بحياتي، شو وبتطلبي من الأهم العالم بحياتي؟ انه طيب يقدروا وشو يتبرعوا لك الأهم بهيدا بحياتي؟ المبلغ يعني لحتى تقدري ترجعي بعدين تردي لحتى أرجع بعدين هيدا أرده. إيه المبلغ قديه بالدولار؟ هذا المبلغ 19، يمكن 19,000 دولار، وهو الهدف استنزافي ماديا ومعنويا ونفسانيا، هذا هو هدفه، يعني انتقام. انتقام، حقد، عرفتي كيف؟ حقد شخص مريض نفسيا، لأنه بكرة بس تعرفوا القصة وبس يعرفوا الناس القصة حيستغربوا شو عم يعمل هيدا، اوكي بس صفر، انت أما عم أكيد تقولي الخوف. على طول شخص شخص شخص، بس حتى ما فيك تقولي شو بتربطك فيه علاقة شو لهيدا الشخص؟ بصراحة ما فيني أقول، ما فيني أقول، بتخافي منه؟ مش بخاف منه لأنه تلوعت منه، بتخافي ما تلوعت يعني يأذيكي اكتر؟ جسمي، بخاف ما يأذيني أكتر، هو أوسخ ظلمة بالكون ربنا خلقه. هو شخص معروف بلبنان؟ لا معروف للي حواليه، يعني على الناس اللي بفنس عليهم، ما خصوا بالفن أبدا نهائيا. زعلاني من نفسي إنه وصلت إني أنا ممكن إني على السوشيال ميديا أطلب دين لهالوضع اللي أنا فيه. أنا كتير صعبة، كتير صعبة، كتير. كل الناس بتعرف إنه مصرياتنا محجوزين بالبنوك، كل العالم اللبنانية، وإذا مطلع معي أنا اللي كان عندي إياه، إنه أكيد إلي هالسنة وشوي، يعني لو معي مليون خلص، محكمتي إلها شي سنة، عرفتي كيف؟ فكم هيرينج عملت، يعني كم جلسة صار ماري وبارستر ومحامية ومحامي انترناشونال، يعني أنا كتير ما فيني أشياء تانية أسميها، كمان مع الوقت بحكي كل التفاصيل إن شاء الله، إن بس شاء أي الله حدا أكيد. حيكون واقف حدي ودعمني لو بكلمة حلوة لو بشي حيكون فخور باللي أنا مرقة فيه، لأنه لما حيعرف رح تخبري قريباً؟ قريبا. موقف صعب كتير، بس للأسف أنا بوضع استثنائي كتير ووضع مزفت، إنه أنا علي دعوة هون وضلتني كل هالسنة وشوي بس بهيدي البلد كرمال محكمتي اللي صارت معي اللي عملوها علي الظالمين. بليز أنا بحاجة ل 15,000 باوند لا أدفع للبارستر، لأنه مضطرة كتير إنه المحكمة عشان ما تتأجل، لأنه في قصص عم بتصير ما فيني أحكي فيها، بس في حدا يدين لي من اللي بحبوني فيهم يدينوني هيدا المبلغ لا تخلص المحكمة ومنتفق رد المصاري كيف بتكون. موقف صعب كتير، بس للأسف أنا بوضع استثنائي كتير ووضع مزفت، إنه أنا علي دعوة هون وضلتني كل هالسنة وشوي بس بهيدي البلد كرمال محكمتي اللي صارت معي اللي صار في اللي عملوها علي الظالمين. بليز أنا بحاجة ل 15,000 باوند لا أدفع للبارستر، لأنه مضطرة كتير إنه المحكمة عشان ما تتأجل، لأنه في قصص عم بتصير ما فيني أحكي فيها، بس في حدا يدين لي من اللي بحبوني فيهم يدينوني هيدا المبلغ لا تخلص المحكمة. السبب بحكي بعدين مش هلأ، ما فيني أحكي السبب شو هو، سبب ظلم بس مش هلأ بقدر أحكيه أبدا نهائيا. بس صدقوني أنا عم حارب إلي سنة وشهرين، بس هلأ بتخلص المحكمة إن شاء الله، وإذا كنت قدرت أخد من القانون حق إني أقول شو السبب اللي صار كل هالشي معي أنا بحكيكم إياه. أكيد ما حدا خصه بعيلتي أبدا، أوكي، يعني في ناس فكروا منار بنتي وكذا وشي خصه ببنتي يعني منار وهيك، بس لا، شي بخصني بخبركم إياه بعدين.